الأسعار، أسعار العقار. أولا لابد من الإشارة إلى أن مديرية الدراسات والتوقعات المالية تعمل على إصدار تقرير دولي ومنتظم يهم الظرفية الاقتصادية، وضمن هذا التقرير هنالك شق يتعلق بالمعطيات ذات العلاقة بسوق العقار والقروض الموجهة للسكن. آخر تقرير صدر في بالمعطيات المتعلقة بنهاية يوليوس الماضي يكشف عن مؤشرين. المؤشر الأول هو استمرار تحسن اللجوء أو الاستهلاك ديال الإسمنت من بعد سنوات سابقة كنا نسجل مؤشرات تراجعية سلبية، بمعنى في 2017 وفي 2018 سجل تراجع، 2019 نسجل لأول مرة حصول تحسن. وعندما لا أقول مؤشر تراجعي بمعنى بأرقام سلبية وليس فقط إيجابية، لا، سجلنا أرقام سلبية السنة الماضية والسنة التي قبلها. أما هذه السنة فهنالك التعافي مرتبط بهذا المؤشر. المؤشر الثاني وأيضا جد مهم وهو اللجوء إلى القروض البنكية الموجهة للسكن. هذه السنة أيضا بالمقارنة مع السنة الماضية كنسجلوا تحسن، تحسن دال ومعتبر في هذا المجال، لأنه السنة الماضية كنا في حدود ناقص 4%، الآن زائد 3%. فهناك مؤشرات، نعم أنه بعض المناطق يمكن لاحظوا في بعض المدن أو في بعض المناطق مشاكل متعلقة بهذا الأمر، لكن في العموم على المستوى الوطني وبحسب تقرير الظرفية نجد مؤشرين إيجابيين ولله الحمد، المؤشر ديال الاستهلاك ديال الإسمنت والمؤشر ديال اللجوء القروض البنكية الموجهة للسكن. هاد المؤشرين معا عرفوا تحسن هاد السنة لأول مرة في هاد الثلاث سنوات، يعني 2017 2018 2019، ولله الحمد.